كما تفضلت هناك غضب، غضب كبير لدى الشارع، لدى إقارة الشباب، إن كانوا شباب ساحة الحبوب وإن كانوا مواطنين. الكل غاضب من هذا الوضع، من هذه المماطلة وهذا التسويف واللامبالاة والإهمال تجاه المواطن، باعتبار أن أي يوم يمر دون تشكيل حكومة، دون تفاهمات، دون تمرير الجمهورية ومن ثم رئيس وزراء ومن ثم التصويت على الموازنة، هو تعطيل لقوت المواطن، تعطيل لحياة المواطن، تعطيل للمشاريع البنى التحتية وبالخصوص الإقارة التي تعاني بشدة. ماذا سيترجم؟ سيترجم بتظاهرات كبيرة جدا بعد انتهاء مهلة الصدر. نحن تحدثنا هذا في تظاهرات بغداد التي حصلت، وكانت هناك الأسماء الكبيرة من الناشطين المتظاهرين في ذيقار كانوا في بغداد يتظاهرون هناك، وقالوا لي، اتصلت بأحدهم وقال ستكون هناك مهلة. المهلة حتى الآن غير متفق عليها بشكل 100%، لكن حسب ما سرب لي أنها ستكون أقصاها 10 أيام بعد مهلة مقتضى الصدر، بعد أن تنتهي مهلة مقتضى الصدر للإطار التنسيقي ما بعد العيد. لا. قد تكون هناك المهلة من 7 أيام إلى 10 أيام، وسيكون هناك خطاب أو بيان موحد للساحات التي ستخرج بتظاهرات كبرى لرفض هذا الشيء. وأيضا بعض الأشخاص الذين تحدثوا، قال لي نفس الناشط، قال عندما اجتمعنا بالناشطين الممثلين المحافظات الأخرى، قال قد تكون هناك خطوات تصعيدية وتظاهرات قد تكون أقوى حتى من تشرين، لأن الحكومة تمادت بالمماطلة والتسويف، وتمادت بإهمال المواطن، وتمادت يعني الشخصنة نستطيع أن نقول، وإلا كيف بممثل عن الشعب يسمي نفسه الثلث المعطل؟ هو عطل من؟ هو عطل مصالح المواطن، وإلا السياسة، الحركة السياسية مستمرة والبرلمانيون مستمرون داخل قبة البرلمان ويتفاهمون من هنا ومن هناك. طيب. هم عطلوا الحياة اليومية والقوت اليومي للمواطن. نعم. طيب، لكن خلال هذه الأيام لا توجد أي نوع من أنواع الاحتجاجات الخاصة بهذا المطلب السياسي، تحديدا دفع القوى السياسية إلى تشكيل الحكومة. خلال هذه الأيام لا وجود لهذا النوع من التظاهرات أو الاحتجاجات بمعنى؟ نعم، هذه الأيام لا توجد أي تظاهرات في ساحة الحبوبة إلا وقفات خفيفة، ومنها من كانت وان نيوز معهم، وهي مطالب الجرحى في بالقرب من ساحة الحبوبة يوم أمس، كانت وقفة احتجاجية لمطالبة الحقوق، لكن كتظاهرات رفض للطبقة السياسية وتشكيل الحكومة. هم أيضا ينتظرون ما بعد العيد، وستكون هناك خطوات تصعيدية وتظاهرات قد تصل لشل الحركة نهائيا هنا في الناصرية. نعم.